السلام عليكم. في هذا الفيديو بنشتغل على سيسلوغ. سيسلوغ مهم وفهم طريقة عمله جدا مهمة. كل النتورك ديفايسز والفندرز تستخدم سيسلوغ لإرسال اللوغز من فندر إلى آخر أو من أبليكيشن إلى آخر. لذلك فهم السيسلوغ وكيف يشتغل والتطبيق عليه جدا جدا شيء مهم يعني من وجهة نظر شبكات أو سيكيورتي. طبعا بما ان احنا اتخذنا من كيوريدار السيم في بداية اللاب، فبنجي هنا على الصفحة الذي يعني فيها لستة بقائمة اللوجز السبورتد من كيوريدار. طبعا هنا اقصد انا تكلمنا او ذكرت انا في فيديو سابق الدي اس ام عبارة عن بارسر بيفهم الفيلدز اللي بتجي في اللوج، وذكرنا الاباتشي كيف انه كل فيلد فيه معلومة منفصلة ولازم البارسر يفهم ان هذه المعلومة تعني اكشن معين او تعني يعني فاليو معينة مهمة مثل التايم ستامب او يو ار ال او اي شيء. طبعا هنا في سيسلوغ في كيوريدار في صفحة الدعم حقهم عاملين لستة بكل اللوجز الذي كيوريدار يفهمها، بحيث اذا اضفتها على كيوريدار تضيف الدي اس ام المناسب او تختار الدي اس ام المناسب اذا قد اوريدي انستولد، والكيوريدار بيعرف الفاليوز والفيلدز يعني بشكل تلقائي. وبتلاحظوا هنا انه مكتوب البروتوكول، عندنا سيسلوغ. طبعا في اكثر من بروتوكول مدعوم، بس لو تلاحظوا هنا ننزل سيسلوغ، اغلبها سيسلوغ. لو انزل هنا سيسلوغ متكرر بشكل كبير جدا جدا جدا. فسيسلوغ اساسي جدا 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 في اي انفراستراكشر، سوفتوير ولا اوبريتنج سيستم ولا يعني نتورك ديفايسز، السيسلوغ جدا مهم. طبعا السيسلوغ قديم، يعتبر من انا نكتب هنا هيستوري من 1980، موجود من 1980 في الأنظمة بداية من يونكس. هنا يونكس لايك سيستمز، كل شيء بيحصل في النظام خاصة أنظمة يونكس بيست اللي يونكس لينكس والأمور الأخرى بتخزن اللوجز في ملف اسمه syslog. هذا هو، أدخل أنا لو أدخل على اللوج عندي. طيب فبنلاحظ هنا لو أفتح أنا syslog اعمل لها، فهنا بتجي اللوجز حق السيستم ومقسمه الى ديبجنج، كيرنل، سيكيورتي، انفورميشن، فمقسمه الى ليفلز. طبعا تفاصيل حق هذا كلها انا بنصحكم ان ترجعوا لكتاب اسمه سيسلوغ ان جي اوبن سورس اديشن ادمنستريشن جايد او ادمنستريتور جايد، في تفاصيل كثيره عن الكونسبتس النظريه، بس انا بسوي تطبيق عملي ونتعرف على اجزاء جدا مهمه في اللاب اللي احنا شغالين عليه. في امور اخرى مهمه، لكن يعني انا بكتفي بالتطبيق اللي بسويه اليوم. اذا فهمته فهو كافي ان احنا نكمل، وكافي اذا انت يعني شغال على الخفيف في يعني من ناحيه انك بتتعامل مع لوجز. طيب الآن نفترض ان انا اريد ارسل اللوجز من سوفتوير او من جهاز الى كيوريدار. الخيار الاول او الرئيسي بيكون syslog. اذا ما كانش في بروتوكول او ما كانش في ايجنت بينزل في المنتج بيكون دائما syslog. يعني مثل الفايروول او راوتر بتدخل على اعدادات syslog وترسلها. طبعا انا كنت اقدر ببساطه ان انا ادخل على سكيورتي اونيون واعمل الكونفيجريشن حق syslog وارسله، بس قلت خليني اسوي فيديو ونسوي syslog بشكل عملي عشان تفهموا الفكره. طيب انا هنا عندي اوبن تو سيرفر شغله، وعندي لينكس كلاينت، واحد منهم بخليه يكون اللوجينج او السيرفر اللي يستلم اللوجز، واحد بيكون الجهاز اللي يرسل اللوجز. تمام، فهذا هو بيكون هنا، و
ابنتو سيرفر بيكون السيرفر اللي يستلم اللوكس. بشيل انا على جنب هنا. ندخل على الابنتو سيرفر. مية وعشرين. اوكي طيب، هذا الابنتو سيرفر. اكبر الخط. هذا الابنتو سيرفر بيكون الجهاز اللي بيستلم اللوجز، والابنتو بيكون الجهاز الذي بيرسل اللوجز. يعني كأن الابنتو سيرفر هو سيم اللي بنرسله. فعشان نعرف نعرف نشتغل عليه، لازمنا ننزل السيسلوج. فبسوي اول شيء بي تي على كل الجهازين، سيسلوج ان جي. تمام، هذا هو. اتاكد انه النت شغال. اوكي جميل، اتاكد ان النت شغال. اوكي فبنزل syslog. ايضا هنا بنزل الآن نفترض أن عندي log file مثل apache أو أي text file. تمام، طبعا لو تكتبوا في النت، لو تحاولوا تبحثوا في النت كيف ترسل syslog إلى centralized server ولا syslog collector، بتحصلوا أنه بيشرحوا كيف ترسل ال events اللي بتكون internally generated من النظام إلى لوج سيرفر، الى syslog سيرفر. بس لا، انا اشتي فكره مختلفه، يعني انا اريد ان انا اسوي فكره مختلفه او اللي محتاجينه. طبعا انا في سكيورتي اونين بنرسل كل اللوجز اللي متولده من زيك، من اي دي، من سنورت، من يعني من السنسورز اللي موجوده الى داخل كيوريتر. فهي بتكون على هيئه فايلز. فانا يعني بسوي يمكن داير لوجز، يعني نتخيل ان هذا هو اللوجز حقنا في applications، وبسوي كذا app.log. اوكي هذا app.log فاضي الان، هو الملف الذي بتنخزن فيه اللوجز حق السوفتوير اللي انا يعني يعني نتخيل ان في عندنا سوفتوير، وهذا السوفتوير بيعمل generation للوجز وتنخزن في هذا الفايل. الان انا كيف ارسل هذا الكونتنت اللي موجوده داخل هذا الفايل as logs الى centralized server، بغض النظر يكون curator، يكون ابنتو سيرفر، اي شيء، لان syslog بيشتغل بنفس الطريقه او البروتوكول بيشتغل بنفس الطريقه. فانا هذا الجهاز احنا بنعمل شويه فيلد عليه، مثلا على سبيل المثال انا بعمل انا echo first line مثلا، ونخليها 91. هذا هو اللوج انتري تبعي. طبعا ما بيكون زي الحقيقي بيكون في values كثيرة، بس هذا اللي احنا بنسويه. طيب هذا اول log موجود line 1، بعدين line 2 وكذا. في application قاعد يضيف على هذا log 1 2 3، يعني كل ما حصل شيء بينضاف log، بينضاف بيتراكم، او يعني بيكون بتزداد lines او logs على هذا الفايل. تمام، فانا بجي هنا طبعا ال ابنتو سيرفر هنا. اوكي هذه نخفيها. اوكي هذا ابنتو سيرفر. اتاكد بان syslog ng شغال. اعمل سيرفس syslog ng status. جميل، رانك. وكذلك في الابنتو سيرفس syslog ng status شغالين. هنا عندي النوتس تبعي. في السيرفر سايد لازم انزل syslog، وايضا في الكلاينت سايد. الان بروح انا على ملف الكونفيجريشن هذا اللي هو اللي يخص syslog ng في السيرفر سايد، وعندنا هالكلاينت سايد. الان لازم انا
اعمل configuration للسيسلوج سيرفر واضبطه بحيث انه اخليه يستعد انه يستلم لوجز من اجهزه اخرى. ممكن ان اضبط سيرفر يكون اللوج سيرفر ويستلم لوجز من IoT devices، من سيرفرات اخرى، من كلاينتس، ايا كان السورس اللي جاي منه. الجهاز السيرفر بيكون listening، يعني بيكون في بورت listening على يعني على رقم معين، واي جهاز يرسل اللوجز على هذا البورت يعني يستلمها سيرفر ويحفظها في فايل معين او يعمل لها بروسيسنج او يعملها يعني لين ريد. طبعا هذا الكتاب هو يعتبر الاوفيشال، اظن الاوفيشال دوكيومنتيشن كبير، يعني فيه تفاصيل جدا جميله وكثيره. اللي يهمني هنا اللي يهمني الشابتر الخامس والسادس، اذا قراته بس هذا الشابترين يكفي. طبعا في امور جدا يعني تفرعات وفيتشرز كثيره، مثل انك تستلم لوجز وتعمل لها بارسينج كجيسون، او يعني تبدل فيها فاليوز معينه، او تعمل ريلي، او في تفاصيل جدا كثيره. انا اللي يهمني هذا الاتريبيوت اسمه فايل، الفاليوز حقها، الانكودينج، الفايل، الفلاجز، هذه الامور كلها ارجعوا لها في صفحات 63. تمام، الشابتر الخامس والسادس اهم شابترين اقراهم ويكفي. اوكي، انا في ناحيه السيرفر سايد بنسخ هذا الكونفيجريشن وبقول لكم فكرته. بجي على السيرفر سايد هنا، بعمل نانو اي تي سي syslog ng syslog-ng.com. طبعا بنزل الى نهايه الملف واعمل بيست. الان طبعا طريقه اعداد السيسلوج جدا جدا سهله. انا كلمت او عملت configuration السيرفر، قلت له انه او يتكون من ثلاث اشياء، من السورس، عندنا destination، وعندنا اللوج نفسه، الاعدادات نفسها. فالسورس هو انا من وين متوقع البيانات تجيني، والdestination اللي هو اذا جتني البيانات وين اوديها، ايش اسوي فيها، يعني اعمل لها دروب، اكتبها في فايل، يعني ايش اسوي فيها اذا في حد استلمتها. وهذا اللوج اللي بيربط بين السورس والديستنيشن. انا ممكن ان انا اربط بين كذا سورس واوديهم على ديستنيشن واحده، او استلم من سورس واحد واوديها كذا ديستنيشن، فهذا اللي بيربط بين السورس والديستنيشن. طيب انا قلت له انه في سورس سميته هنا اس ال ابنتو، وفي كونفنشن يعني متبعينه انه الاس اندرسكور يعني سورس، والدي اندرسكور يعني ديستنيشن. فانا قلت انه في سورس اسمه syslog syslogs-ng بيجي من الشبكه network transport tcp. فانا كاني بنقول syslog خليك منتبه على tcp بيجيك عليه logs. تمام، اذا جاك اللوجز وين تودي؟ اعمل destination وسميها dl-ubuntu وروح اكتبها على الفايل هذا remote.log. تمام، اوكي. طيب وهذا اللي بيربط بينهم. طبعا انا اذا حبيت انه يكون عندي اكثر من سورس اعرفهم كلهم هنا، وبعدها اكتب سورس الابنتو سورس اسماءهم كلهم هنا. فهذا ابسط اكزامبل وابسط تطبيق ممكن نسويه. فبقوم احفظ الاعدادات، اعمل syslog restart، ما فيش اي مشاكل. طبعا اذا انت غلطت في السنتاكس، اني اسوي غلطه في السنتاكس يعني بشكل مقصود، مثلا انا يعني غلط وكتبت نسيت اعمل هذه السيمي كولن وجيت اعمل ريستارت يقول لك في خطا. فبما انه عمل ريستارت يعني ما فيش خطا، اذا انت اشتغلت وعمل ريستارت بدون اي مشاكل فانت السنتاكس حقك صحيح. اوكي، نسوي له ريستارت. جميل. طبعا انا كلمت وعملت كونفيجريشن للسيرفر انه يكون لسننج، يكون في بورت لسننج، فنتاكد من ستاتس ان تي بي يو. فبتلاحظوا هنا في عندي syslog ng لسننج على البورت 514 تي سي بي، يعني كل اموري مضبطه. الان انا بروح لهذا الجهاز، هذا الجهاز فيه لوجز معينه. طبعا
وقت ما نطبقها بشكل يعني نطبقها على اللاب حقنا بيكون عندي هنا اكثر من لوج لزيك زيك اي دي اس او زيك ان اس ام. ف بكلهم بعمل لهم فورورد الى الكيوريتر. نفس الطريقة بجي هنا على configuration الكلاينت سايد. طبعا ما فيش داعي لهذا ال... كنت بوريكم اداة لوجر بس ما فيش داعي لها، ممكن تبحثوا على النت. لوجر ببساطة هي اداة انك تسوي ترسل لوج من الترمينال بدون ما يعني ترسل لوج حقي بس للتستينج للاختبار. فانا اللي يهمني هنا اعمل كوبي واروح للإلبنتو نانو اي تي سي syslog-ng. اوكي اروح للنهاية اوكي اعمل بيست. الان الفكرة الان انا في وين؟ في الكلاينت مش في السيرفر، فهذا الكلاينت بيرسل الى السيرفر. نفس الفكرة تسوي سورس وتسوي ديستنيشن وتربطهم. السورس حقي ايش هو؟ انا بقول له شيل اي شيء اي انتري يجي على app.log هنا فايل هوم اليوزر لوج app.log. طبعا شيل الكونتنت حق هذا الفايل وديها على destination اللي هي destination 192.168 هذا الاي بي ادرس حق ال حق الابنتو سيرفر تمام، واربطهم على السورس يروح للديستنيشن بنفس الفكره. واعطيتهم variables اس اب ودي اب تمام. في تو اوبشنز هنا follow frec اللي frequency 1 وعندي flag no parse. طبعا الفولو فريكونسي انه كل سكند او كل ثانية روح شيك هل في تغييرات، اذا في تغييرات ارسل كل ثانية. طبعا السيسلوج ان جي سمارت انف انه يعرف اذا في حاجة اوريدي ارتسلت واذا في شيء جديد ما ارتسلش، حتى لو حصل دروب للكونكشن ولا شيء بيخزنها في بفر لو حد ما يرجع كونكشن ويرسلها. في تفاصيل كثيرة وفي اوبشنز اكثر انك كم ترايل تسوي كذا موجودة مكتوبة في في الكتاب هذا في الدوكيومنتيشن. الفلاج نو بارس فكرته انه طبعا السيس لوج لها ليفلز ولها فيلز ولها يعني تفاصيل، البروتوكول لها تفاصيل. انا الان مش متبع البروتوكول والفيلز تبعه انه هذا warning هذا emergency هذا critical هذا كذا، فلذلك انا قلت له لا تعمل بارسينج، اتعامل معاه كتكست فايل. تكست فايل خذ السطر كله ورسل لك مسج، يعني السطر كله هو الكونتنت تمام، ما فيش ميتا ديتا او شيء يخص اللوج. واظن باي ديفولت هي نو بارس، بس يعني يعني احتياطا كتبتها انا نو بارس. يعني هذا الاعداد بسيط جدا في السيسلوك، هي من ابسط السوفت ويرز اللي ممكن تشتغل عليها. اعمل حفظ اعمل ريستارت syslog ng restart، ما عاد عندي شيء ايرور، فمعناه انه الان بدا يشتغل. طبعا عشان نشوف اللوجز انا بجي هنا بفتح هذه بخليها هنا على جنب واعمل لها always on top واعمل tail f واشوف اذا فعلا بستلم اللوجز ولا لا ريموت. اوكي اوريدي وصلت على line 1 line 2 وصلين عندي، عندي هنا تايم ستامب والاي بي ادرس، هنا المرسل وهنا الوقت وهنا الكونتنت. طيب خلونا نرسل كونتنت. انا بعمل ايكو لاين 3 وبرسلها على بتطلق. تلاحظ وصلت على السيرفر، يعني ايا كان الكونتنت اللي رايح او اللوج يروح على السيرفر مع التايم ستامب مع كل شيء. طبعا انا فيني اضيف اشياء جدا كثيره، ان انا اضيف تاجز اضيف اعمل بارسينج، يعني اسوي جدا اشياء كثيره تفاصيلها موجوده في الدوكيومنتيشن ارجعوا له، وهو ايضا كتاب ممتع مش يعني شرحه سهل والخيارات سهله وواضحه، فبتلاحظوا اللوجز بتوصل. طيب الفكره هنا ان انا بستخدم هذا الطريقه وارسل اللوجز من اي ابلكيشن انا اريد الى اسم، بتحصل انه وقت ما يعملوا deployment لسيم او يبدأوا يبنوا سوك بيروحوا يرسلوا اللوجز من كل الاند بوينتس ومن السوفتويرز اللي تملكها الشركة الى السيم. احيانا ما بتحصلش دي اس ام، يعني
كيوريدر ما بش عنده سبورت الدي اس ام للسوفتوير الفلاني، او يكون السوفتوير هذا من صنع الشركه ما حد يعرف عنه الا الشركه، فبتضطر انك ترسل اللوج يدويا او مانولي. فبتستخدم سيسلوج او سيسلوج ان جي از از تول او از ايوه از تول، وترسلها الى سيسلوج سيرفر اللي هو موجود داخل الكيوريدر. وقت ما تستلم اللوجز مثل هنا بتحصلهم يعني اسطر فيلدز داخل الكيوريدر، بعدين بتبدا تحلل او تعمل بارسينج انه هذا الفيلد يعني كذا. يعني في الابلكيشنز الحقيقيه انت بتجيك فاليوز كذا، نرجع هذا، بتجيك فاليوز كذا مثلا بيجيك هنا مثلا بي سي 1 المرسل، بعدين كوما، بعدين مكتوب هنا الاي بي ادرس حقه مثلا 1، بعدين هنا باورد مثلا اوف مثلا، بعدين 112 هذه اي دي يخص الشركه مثلا او يخص الموظف، او معلومه اخرى مثلا الوقت مثلا او اليوم مثلا ساندي مثلا، بترسلها كذا. في بيجيك اللوج زي كذا بي سي نمبر كذا، هذا على حسب الديفلوبر اللي سواها. فمهمتنا داخل الكيوريدر ان احنا انا اقول للكيوريدر شوف التايم ستامب هذا، هذا هو السورس اللي جت منه الرساله، هذا اسم الجهاز، هذا الاي بي ادرس اللي يخص الجهاز مثلا او اي معلومه، هنا الاكشن اللي حصل انه الجهاز طفى، هنا الاي دي حق مثلا خلينا نقول البرانش ولا اي دي حق الشركه، وهنا الساندي مثلا متى حصل الاكشن، تمام، هنا تايم ستامب متى وصلتني، هنا متى حصل الاكشن، يعني بيكون في كذا تفصيل. فهنا مهمتنا نسويها على الكيوريتر. فأظن بهذا التطبيق اللي سويناه الآن أصبحنا قادرين نرسل أي لوج من أي أبليكيشن حتى لو ما عندش دي اس ام ونرسله إلى الكيوريتر. فهذه هي الفكرة، والفيديو الجاي بنطبقها.